حطيش الماضي ساعتين متاع الليل في برنامج سرك في بير على موزايك فام إلى المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو 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 عسلمة لله. مرحبا بك. عسلمة شعلي. مرحبا. تكلم فينا من فرنسا؟ وي هذا شرف لي. مرحبا بك وشرف لينا زادة يا لله. بشير وشرف لينا احنا زادة. قداش عمرك مدام؟ ولا أنا عن عمري 55 سنة. 56 سنة. اش تعمل في الدنيا؟ في الدار تخدم؟ دوميسيل. لا لا نخدم أنا. نخدم. نخدم عندي بيرسون اجي جو سي ا لا دوميسيل. مرحبا بك يا لالا. وبيك عايشك. فوالا عايشك. انا جيت صغيره لفرنسا، جيت عمري 20 سنه. عرفت براسي من تونس. من لا بروميير جينيراسيون. فوالا فوالا من الجينيراسيون الاولانيه. فوالا مرحبا بك لالا. وبيك عايشك. قل لي شبيه صوتك هكا متقلق شويه وتعب شويه. باسكو là je suis en arrêt de maladie justement. أيوة. parce que قلتك كيما قلتك من الاول عرست صغيره وجيت هنا وعملت ثلاثه صغار مع رجلي الاول. ايوا. ومن بعد ما تفهمناش طلقنا خاطر رجلك تونسي ولا فرنساوي الاولاني؟ رجلي تونسي. فوالا اي وخاطر المنتاليتي سي با لا ميم دونك هو ما تركز عليا انا في كل شيء لهنا. دونك سي مو كي في تو. طلقت ومن بعد تعرفت على مغربي بعد 8 سنين من الطلاق. تعرفت على مغربي ودرجة ثانية مغربي. اي دونك هو اون فيت عمل خطة هو ومرته الأولى. مرته مغربية زادة. خطة رجلك الثاني عمل الخطة نتاع شنو الخطة سامحني؟ خطة لكونه بلاش أوراق هو. هو بلاش أوراق. مقيم غادي مش اوراق. دونك عمل خطه هو اياها لكونه باش يطلق منها باش يعرف بيا انا. وقال لك اللي هو عمل خطه هو ومرته. انا فقت برشا حاجات بعد. باهي قبل ما تفيق بهذا. بعد فقت. وي. وقت اللي انت تعرفت عليه هو مازال مع مرته ولا طلق؟ هم مطلقين. مطلقين. باهي. اي الاوراق كان ينجم يعملهم مع مرته المطلقه. ما حبيتش تعملوا الاوراق جوستومون. وشنو هي مصلحتك؟ حبيتش تعملوا الاوراق. وشنو هي مصلحتك مرته اللي مطلقها باش يعمل اوراق من عندك انت؟ انت حتى مصلحه حتى انا جنسيتي انا جنسيه فرنسويه. انت جنسيتك فرنسويه وهي لا. فوالا توتافي. دونك الاوراق اسهل و فوالا توتافي. دونك فهمت من بعد وقت اللي هي رات اللي هو جدي في حكايته معايا ولات تعملنا في مشاكل. انكو تفرق لي العجالي نتاع الكهرباء، انكو تجيني للدار تبدا تعيط من اللوطه وتسب وحال حليله. عاد كان عندها رجل ما هبط فيه العسل كان كي انت حبيته باش تاخذه. توتافي وي باسكو لا حول ولا قوه الا بالله. وكاو مالجري اللي هما كانوا مطلقين كان يمشي لها يبات بحذاها ويعملوا حاجات حرام كوا. علاقتهم متواصله بعد الطلاق معناتها. فوالا توتافي. حتى لين نهار انا عملت ديتكتيف بريفي تبعو. عملت ديتكتيف بريفي؟ فوالا. ايه. وقال لي هو يخون فيا معاها. ايه. دونك انا شعملت اون بليس دو سا عملت له كريدي ب 12 مليون لكونه هو محرم عليه التيريتوار ماروكان باسكو عنده قضيه غاديك نتاع تاكسي ما خلصهاش. دونك هارب هنا عنده 14 سنه هو في فرنسا. عملت له انا 12 مليون كريدي ما تعرفش بهم. استنى مدام. عملت له اي وشو الاخر؟ وعملت له الاوراق. ايه قديت له الاوراق. عرست بيه ساعه ولا ايه؟ وي عرست بيه. عرست بيه عندي إيه عامين ونص. معرفه بيه في العامين ونص هذوكم صفاء معاك كان والا؟ لا كيفاش؟ لا بالعامين ونص انا غوزمون عندي صاحبتي تخي انتيم هي تونسيه زاده.
فيقتني على روحي شويه، قالت لي فيق باسكو الي با سانسير افيك توا. كيفاش قالت لي فيق؟ سامحني، كيفاش عرفت؟ عرفت اللي عرفت معناتها يروح في الليل يجيب خبزه، خاطر انا قلت له انا قلت له انا يجيب خبزه، فهمت؟ يجيب لي باجيت باش يتعشى بها هكا هاو. شو انت عندك عائله؟ لا خلاص فيك، لا خلاص معايا فكره، لا يصرف لا يعمل حتى شيء. هو يخدم ولا ما يخدمش؟ اذا كان ما عندوش ورق يخدم، صعيب شرقه خدمه، اللهم يخدم في النوار. يخدم وفلوسه وين ماشي يا سمح؟ يخدم هو ميكانيسيان وفلوس ويبعثها لوالديه في المغرب. ايه تو مدام سامحني، كي انت ترفي هكا ما قلتلوش اش بيك يا راجل تعمل هكا؟ راه عندك واجبات. قلت له اللي وصلت، انا وصلت بالعمل، وليت كل يوم ما نحسو بالحمايه في داري، يهزوني بالكريزات ولادي كبار. صبرك عليه انت، ما فهمتش. انا حبيته من الاول. فوالا حبيته، ما هي كي المشكله. انا حبيته من الاول، هذيك المشكله. ولا حبيته من الاول بتيتا بتي، بديت نفيق، بدات صاحبتي ديجا تفيق فيا، ومن بعد انا بديت نفيق بحاجات. قلت له انا عملت لك كريدي، روحت لوالديك بعد 14 سنه، عملت لك كريدي روحت باش طليت على والديك، ومن بعد على ذاك عملت لك وراقك. انا ما حشيش بالرجال، قلت له انا حشتي بونيس وحد يونسني باش يهز معايا الزوج. شو يونسك مدام؟ حب يحبك وحد حد يحبك وتحبه. حكايه الونس تنجم تلقاه في السينما. انا حبيته ما هو ما حبنيش. اي مدام عاد انت تعرف من الاول حبك ولا ما حبكش. لا ما حبنيش برشا حاجات. سي با سوفيزون مدام انك تحب راجل، راك تنجم تحبه وتموت عليه والحياه ما تستمرش كان بهو، اما هو في الاخر عنده مشاعر معاك والا لا؟ الدليل على انه ما عندوش مشاعر معاك شنو اللي عمل؟ هو انا نقول لك الحقيقه، انا عندي زوج ولادي ربي فضلهم لي، عندي بنتي عمرها 32 سنه، ولدي عمره 29 سنه، عايشين حياتهم، عندهم اولادهم، وكان ما جاوش انا اولادي راني مت. هي ما فهمتنيش، ما جاوبتنيش على السؤال، كيفاش فقت بيه خو فيك؟ على خاطر ما عادش فما علاقه بيني وبينه. اي كيفاش شديته بالكمشه معناتها؟ شدوا ديتكتيف جاب لك التصاور. شنو صور وهو مع مراه؟ صوروا اللي هو يمشي لها، يمشي يدخلها للدار. وهي قالت لي زاده، قالت لي سوليه وقت يبدا مش يخدم وين يمشي. فهمتك. قلت لها داكور. ايش عملت معاه؟ تويكا عملنا جلسه نتاع صلوحيه في باله، هو عمل ديفورس، وانا عملت انيولاسيون دو مارياج اون فيت. سيتادير اش معناتها؟ انت حبيت تطلق ولا هو؟ معناتها فهمني. انا حبيت نطلق، هو حبي يطلق وانا عملت انيولاسيون دو مارياج. هو حبي يطلق اون بلوس معناتها. وي ليه؟ هو المشكله أي. المشكله هو تو عم ياخذ وراق نتاع عامين. اي فوالا، دونك انا كتبت للبروكيرور هنا، الوكيل الجمهوري هنا، وكتبت باش طيح له الاوراق، باش طيح له الاوراق. فوالا توتافي سي سي في سي في توت فاسون، باش اوراق طايحين. عيطوا له باش ينحيوا له الاوراق، قالت لي مشيت المره الاخرى، قالت لي عايزني لو بور ريستيتيي لي بابيي. قالت لي اي سي با بريزونتي. يعمل له هذايا كل هو يا اخي ببهامه، عمل له هذا كل سامحني. علاش عمل له؟ ببهامه سامحني سي علي حشاك، ببهامه كي لا نقولها في الراديو انا ببهامه تو سامبلومون، تعرف علاش؟ خاطر البهامه توصل العبد لحالات كيما هكا. تو انت لقيت امراه لمتك وتصرف عليك وتاكل فيك وتشرف فيك وانت تخدم وما تصرفش، والمراه اون بلوس حبتك تحبك معناتها، مش ماخذتك لا على ونس ولا على خاطرك معناتها راجل خاطر يلزم تلقى راجل، لا انت تحبه بالحق تفهم فيه، وفي الاخر يخونك مع المراه اللي كان مخوها اللي طلقها، وفي الاخر تفيق اللي هو كومبلو عامله معاه باش يقلب الاوراق، ياك نحيت له الاوراق. واللي فاتك اغرب يا سي علي، انا لا سينكيم فام انا
عدد هي خدمته عاد حكيت ساعات يا مدام ولا خدمته عاد انا تفرجت في برنامج هذاك السيد مسكين هذاك اللي غربيها كالمغربي وقت اي اللي من باجا اي فوالا هو هكاك هنا في فرنسا هو يعمل هكاك ياخذ في النساء ويصرفوا عليه ويخلصوا ديونه ويعمل كل حاجات الكل ومن بعد ويزيد يخونهم فوق هذاك وهذاك هو هذاك هي تصرفاته تو يا لله ارتحت منه ارتحت منه وانا خلصت كمان ديك ديسيكال خلصت شوف ليسيكال شوف ايش نقول لك ليسيكال في اي تجربه في الدنيا باش تتخلف في نفسيه العبد حتى ما في بدنه الانسان يتعب في صحته وقت اللي عاشر ناس ما تستاهلش يتعب في نفسيته وقت اللي يعيش مع ناس ما 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 ما, ما تستاهل حتى شيء في الدنيا هذه سي تو طفي نورمال باش تلقى ديسيكال سي تو طفي اثار باش تلقاهم يقعدوا العمر كامل قاري له قاري له متثقف له اللي تقول له هذيك بيزا يقول لك هذيك بيزا في الاخر والله انت اللي ارتحت في الاخر والله انت اللي ارتحت منه انا ارتحت وي ارتحت مريضة وانت علاش حكيت لي الحكاية أنا يبكي يقول لي يقول للمحامي يقول لهم أمي كوراجوز أمي سيت اون فام عمري مريت اون مامان كوم لا ميان قال لي أمي تحت كالثور تحت لطف عليك يا لله الحماية يهزوني الحمد لله اللي تجربة الحمد لله اللي تجربة ما دامتش أكثر من دوزو وي تصور راك نامت 10 سنين راك في حاله اخرى دونك ذاك وي كان خذي ورقته نتاع 10 سنين راني شقلت مشي معناتها خذا اللي حاجته بيه ومشى على قطع معناتها لا ما خذاش اللي حاجته بيه لا قلت لك لا قلت لك تصور راك في المحكمه ديغنيامون سيتي ميركودي ديغنيي تعدينا في المحكمه حكم تعدي المحكمه باش يخلصني في 300 دينار حبيت خاطر ما عنديش شكون نحكي ما حبيتش ما لقيتش شكون نحكي وزيد على ذاك دارنا نزلوا فيا نزلوا فيا دارنا لك ما وقل لك ما تاخذوش ولا ورا وهكا 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 تسمع توا اسمع لهم بعد القضاء بدعة اللي صار ولا توتافي زايد باش نرجعوا لتالي اللي صار انت ارتحت منه وهو ربي وجهه خير واحد ما ينويش الشماته فهمت ربي وجهه خير وكل واحد ربي يعطيه على قد قلبه حبيته كمان يخلص اللي عمله لي حبيته كمان قاعد يخلص قاعد نسمع به يخلص بلا ما يخلص يزمو يخلص على خاطر دارهم جاوني لهنا لداري وجاو متدينين ومشاو كلهم للحجاج حجاج وقت اللي هزيت 12 مليون انا لفرق المغرب هزتني اخته متدينه وحاجه ورجل اخته هزوني هما للبنكة بس صبيت الفلوس ونهار تكلمتها قلت لها عايش أختي تشهدي لي أنت لي أنا قتلنا في بالي بحد شيء أكهو مدى اللي صار وكهو يلا ليلتك زينة تصبح على خير يعيشك وإن شاء الله ديما فرحانة وديما لاباس ما أوسي ستانونور يا مدام يعيشك مرحبا بك يا لله ماضي ساعة وخمسة وستة وثلاثين دقيقة على موزايكا فما زلت معكم حتىش الماضي ساعتين نستنى آخر تليفوناتكم جدي بيان آخر تليفوناتكم على الرقم 71-113-ألف اللي لا يصار معنا صديقنا صالح في الأخرى صديقنا شرف فانتي في الديجيتال وتأمين البث المباشر على الفيسبوك صديقنا شاكر في استقبال مكالمتكم الهاتفية على الرقم 1